أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارا بتشكيل لجنة وزارية لدراسة المعوقات التي قد تتعرض لها المرأة في المحاكم ورفع نتائج الدراسة خلال شهرين من تاريخ القرار. نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش. رصدت تقارير التفتيش القضائي بعض الملاحظات أثناء زيارة المفتشين القضائيين لبعض المحاكم، منها عدم تخصيص مداخل خاصة بالنساء وعدم تجهيز صالات انتظار لهن، وكذلك عدم تخصيص مصاعد ومكاتب استعلامات لخدمتهن، مما دعا وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني لإصدار قرارا يقضي بتشكيل لجنة وزارية لدراسة المعوقات التي قد تتعرض لها المرأة في المحاكم ورفع نتائج الدراسة خلال شهرين من تاريخ القرار. بعيداً عن أمور المحاكم الداخلية والمباني وما يخص النساء من مداخل ومخارج ومكاتب، يبقى هناك نظر وأمل في بعض القضايا المهمة المتعلقة بالمرأة والمحاكم، ومن ضمنها حق الولاية والحضانة للطفل، خصوصاً بعد القرارات الأخيرة في قضية الحضانة والتي يحق للمحكوم له بالحضانة مراجعة جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي ولم يكن بإذن الوالي. ينضم معنا في الاستوديو هنا الناشطة الحقوقية والتي مناضلة في هذا الملف منذ سنوات طويلة، الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا لحضورك معنا. أيضا يشرفني أن يكون معي من استوديوهاتنا في جدة المحامية والمستشارة القانونية جيهان قربان. أهلا وسهلا فيك أستاذة جيهان، شكرا لحضورك معنا. أهلا وسهلا. أيضا سيلتحق بنا عدد من السيدات اللاتي لديهن معاناة في المحاكم. بنحاول قد ما نقدر أن نستثمر الوقت، لأن وقتنا اليوم ضيق. دكتورة سهيلة، ماذا يعني هذا القرار من الوزير؟ وش الشيء اللي أنت من خلال بحثك ومن خلال الملفات اللي تسلمين عن معاناة المرأة يجب أن تكون عندهم أولويات أساسية؟ هي بلا شك يعني خطوة إيجابية ورائدة بالنسبة لمعالي الوزير، اهتمامه بصورة خاصة بالمرأة وما يعترضها من معوقات في المحاكم. وهذا الأمر يعني ليس بجديد على وزارة العدل، من قبل في عام 1430 هجرية أيضا كونت لجان لدراسة المعوقات التي تعترض المرأة في المحاكم، وأوصت بتوصيات جد رائعة. يعني كانت التوصيات مهمة بالنسبة إزالة جميع المعوقات التي تعترض المرأة، بالنسبة للمماطلة في المحاكم، تطبيق جميع الإجراءات إذا حدثت أي مماطلة في قضايا المرأة، تسليمها جميع الوثائق الخاصة بها والوثائق المالية، حمايتها من أي عنف يمارس ضدها نتيجة رفع دعواها، ومعاقبة من يمارس العنف ضدها إذا ثبت ذلك. أيضا تنفيذ تفعيل دور السلطة التنفيذية في تنفيذ الأحكام القضائية، لأن كل هذه إلى الآن لا تزال للأسف هذه المعوقات موجودة، وأيضا إنشاء أقسام نسائية في المحاكم. جميل، راح أرجع لك. أستاذ جيهان مساء الخير، كيف تنظرين؟ أهلا، مساء النور أستاذ علي. كيف تشوفين هذا القرار؟ إيش ممكن يغير؟ أيضا أسأل نفس السؤال، يعني الناس اللي راح يسلمون هذه الدراسة بعد شهرين، ما هي النقاط الأساسية اللي لازم يركزون عليها؟ بداية نحن كقانونيات نشكر معالي الدكتور وليد الصنعاني على هذه البادرة اللي هي بدرت منه، اللي تدلل على أنه هم بيلافوا أو يدرسوا القصور. تفضلي سجن. القصور اللي هو قد تعاني منه المرأة أو المعوقات اللي هي تعاني منها المرأة، هذا معناته قرار إداري. تشكيل اللجنة حتنظر لكافة الجوانب اللي هي فيها معوقات، ليست فقط اللي هي جوانب محددة، وإنما لكافة الجوانب اللي هي ممكن تكون عائق للمرأة نفسها. أبرزها أستاذة جيهان؟
أبرزها اللي هو تخصيص أماكن لها، تحديد للمرأة الماهية أو السياسة اللي هي تتبعها في الدعوة حقتها، اللي هو مركز استعلامات لها على أساس المرأة تعرف كيف إنها هي تمشي أو إنها هي الخطوات اللي هي تتبعها في سير الدعوة حقتها، تخصيص أماكن لها، تسريع القضايا خصوصا بعد إنه في عام 1435 خصصت محاكم خاصة للنظر في أحوال المحاكم الأحوال الشخصية للنظر في القضايا والتفعيل والتسريع فيها. نعم الدكتورة سهيلة، أيضا غير مسألة النقاط، كيف أنت كراصد لواقع المرأة السعودية في التعامل مع المحاكم، هل تطور خلال السنوات أم أنه تراجع، أم أنه نفس ال هو شوف يعني احنا عندنا صدرت أنظمة قضائية رائعة جدا، لأنه في منظومة تطوير القضاء وفي مقدمتها نظام المرافعات الشرعية صدر عام 35. هذا النظام بيكفي الكثير بالنسبة لحقوق المرأة، خاصة بالنسبة للمواد المادة 10 والمادة 17 و18 و19 و33 و39 و57. هذه المواد بتحفظ كثير من حقوق المرأة وتزيل كثير من المعوقات، ولكن للأسف بعض القضاة لم يلتزموا بهذه المواد. يعني نظام المرافعات لو طبق بحذافيره ستزول كثير من المعوقات. يعني أنا عندي أمثلة كثيرة عن المعوقات اللي تواجه المرأة، مثلا المرأة اللي ما عندها بطاقة أحوال شخصية، وهذه من ضمن القضايا اللي وردت عندنا في الجمعية، ما عندها بطاقة أحوال شخصية يطالبها القاضي بمعرف، والمعرف يكون لابد من محرمة، وإذا كان هذا المحرم هو المقيم الدعوة عليه، يعني هو المدعى هذه لسه عليه. ما تجوزوها؟ أحيانا بعض القضاة حتى اللي عندها بطاقة شخصية يطلب منها معرف، ما هي هذه كمان ما عندها بطاقة، فيعني أنا ما أعرف بالضبط، يعني لأننا إحنا ما حصرنا عموما واضح النقطة، خلينا فإنها يطالبها بأنها تحضر محرمها هو اللي يعرف بيها، أو طب هو ويكون ويكون الدعوة بينهم مثلا، ترفض الدعوة، ترفض دعواها. هذا من ضمن القضايا، في أشياء ثانية مهمة جدا. إلا طبعا راح أعطيك الفرصة بس معي أم خالد. أم خالد مساء الخير. أم خالد عندها معاناة مع المحاكم، ربما أعطيني قصتك إذا سمحتي. مساء النور. أهلا وسهلا. أنا امرأة مطلقة، عندي حضانة أطفالي، ما زالت عندي قضية النفقة معلقة إلى الآن، وعندي مشكلة مع تصاريح السفر والجوازات. يعني أصبحت الآن معلقة بأمر القاضي من ناحية السفر، يعني بدل ما أتخلص من معاناتي مع الأب أصبحت في يد القاضي. في أحد القضاة طلب مني أخذ وكالة من الأب، وقاضي آخر قال لي لازم، أنا أشوف أنه ما في داعي للسفر. ودخل هو في النواحي النفسية، ترك الموضوع القانوني. طيب أم خالد، كم صار لك أنت معلقة وتطلب النفقة؟ 5 سنوات. والقضية نفسها مكان؟ نفس القضية. طب أنت ما شعرت خلال ال5 سنوات أنه في تغير في أداء القضاة، أنه أفضل، أنه في قوانين جديدة، في محامي؟ لا، فرحنا في انه اني كحاضنه اعطيت الحق بتجديد الجوازات ومراجعه الدوائر الحكوميه، لكن ما هو بالشكل المطلوب اصلا. يعني مثلا الحين انا لو جددت الجواز مثلا واخذته وخلاص انتهينا من موضوع الجواز، بقينا في موضوع تصريح السفر، يعني انا ما استفدت اصلا من هذا الامر. طب انت يعني بعد ما طلقتي، مين المسؤول عنك اللي يسمح لك بالسفر؟ أنا ولي أمري خالي. طيب إيش دخل الزوج في هذا الموضوع، في موضوع السفر الحين؟ سفر أبنائي، أنا أتكلم عن سفر أبنائي. يعني هو اللي يعني يقرر إنه يسافرون أو لا؟ أيوة. يعني الأمر معلق في يد القاضي الآن. أعمارهم صغيرة أو كبيرة؟ 7 سنوات و5 سنوات اللي عندي. طيب إن شاء الله أم خالد، يعني إحنا اليوم نناقش قرارات جديدة يعني ودراسة جديدة طلبها الوزير لدراسة المعوقات، وإحنا راح نتابع موضوعك برضو لاحقا، سواء كانت النتائج جيدة بالنسبة للوزارة أو حتى لو تكن كذلك. يعني شكرا لك. تسمح لي أستاذ علي هنا في هذه النقطة؟ تفضل.
يعني هنا لماذا الأم التي يكون لها حضانة أو أطفالها ما يكون لها حق الولاية على أطفالها والسفر بهم؟ ليه؟ لأن الأم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأم هي حق الناس بالصحبة، عندما سئل من حق الناس بالصحبة قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال ثم أبوك. ما معنى حق الناس بالصحبة؟ يعني هي أكثر وحدة هي المؤتمنة على أطفالها وأحق الصحبة بالصحبة، حق الناس بالصحبة، فكيف هي تحرم من حق أن تسافر بأولادها بدون إذن أحد؟ إذا كانت الأم ما تؤتمن على أطفالها، من الذي يؤتمن يا أستاذ علي؟ نعم. من نأتمن على أطفالنا إذا الأم لا نأتمنها على أطفالها؟ نعم، واضح هذا النقطة. فأنا أرجو من معالي وزير العدل إذا يريد أنه يساعد، هو وهذا واضح أنه سعي جدي في إزالة كل المعوقات التي تعترض المرأة، أن يعطي للأم الحاضنة حق السفر بأولادها. نعم. بدون إذن لا أب ولا قاضي. نعم. دكتورة أستاذة جيهان، خليني أسألك عنك أنت، يعني إذا نحن نتكلم عن المرأة، خلينا نأخذ المرأة المحامية أو المستشارة القانونية، أنت الآن يسمح لك أنك تترافعين عن موكلينك ولا بس في المكتب تشتغلين على القضايا؟ ولله الحمد، لا أبدا، ولله الحمد، بمجرد ما تم منحنا للتراخيص كان لنا كافة الحقوق الممنوحة لزميلنا المحامي. وهل هذه جهان خاضعة لمزاج القاضي أو أنه فعلا كلهم ماشيين في هذا النهج؟ لا، من خلال الواقع اللي احنا متعايشينه أستاذ علي ما وجدنا أنه في تفرقة ما بين المحامي الرجل والمحامية كونها كأنثى حقيقة. يعني المعوقات اللي هي بتصادف الرجل هي نفس المعوقات اللي بتصادفنا احنا كمحاميات. طيب المجتمع يعني باني ثقة يعني معاكم نفس اللي بناها مع المحامي الرجل الفترات الماضية ولا لسه المسألة شوية؟ والله لا والله أستاذ علي، ولله الحمد، يعني إحنا حتى ذكرنا قبل كده كثير في مواقف كثير، وكثير من الزميلات ذكروا إنه إحنا أساساً كمان انبهرنا بقبول المجتمع لينا، يعني ما كنا متوقعين إنه يكون بهذه الإيجابية، ولله الحمد. صرتوا ثريات زي المحامين ولا لسه المحامين أثرياء كلهم؟ لسه أستاذ علي، إحنا في البداية. لا كل يعني احنا اخذنا ترخيصنا في عام 1400 نهاية 1430 لسه يعني. نعم، لا احنا ما نحسدكم، بالعكس يعني نتمنى لكم التوفيق، انا ودي تصيروا اغنى من المحامين الرجال. دكتورة سهيلة، ذكرت انه في معوقات ايضا اخرى. نعم. غير اللي ذكرت، اذا نقولها بس على اساس تسمعونا وحتى اذا في احد من المهتمين في من الوزارة. ايوه، يعني احنا دحين الان صدرت او اسست المحاكم المختصة، ومن ضمنها وفي اهمها في رايي محاكم الاحوال الشخصية. ومحاكم الاحوال الشخصية كما في نظام المرافعات الشرعية انها في المادة 17 انها أعتقد في إحدى موادها إنها تهتم بالنظر القضايا الزوجية والحضانة والنفقة ومن عضلها وليه وتزويج إلا عضلها. في قضية أنا بتابعها من عدة سنوات، قضية عضل امرأة مطلقة تقدم لخطبتها أستاذ جامعة من إحدى البلاد العربية، وافق أبوها، وافقت وزارة الداخلية على هذا الزواج، وإن شاء الله أن يموت الأب قبل أن يعقد القران. وهنا بدأت المشكلة، الأخ رافض هذا الزواج، رفعت قضية عدل. قضية العدل الآن لها 10 سنوات ما بت فيها. أولا القاضي، أول كانت المحكمة ما تبلغ الأخ بموعد الجلسات، وبعدين لما بدأت تبلغه ما بيحضر، ما بتتخذ المحكمة أي إجراء ضده. الآن لما أنشئت المحاكم الأحوال الشخصية تحولت القضية لمحكمة الأحوال الشخصية. قاضي الأحوال الشخصية للأسف الشديد رفض ينظر فيها وحولها للمحكمة العامة، لأنه قال هي بدأت في المحكمة العامة، مع أنه المادة 10 من نظام المرافعات الشرعية يقول لك إذا حولت القضية لمحكمة الأحوال الشخصية بطرق صحيحة لا ترد منها ولا تحول لمحكمة أخرى، وهي التي تنظر في القضية. وبعدين تغير القاضي،
لما يتغير القاضي يتنقل القاضي تعاد القضية من جديد. الآن قضية هذه المرأة بدأت من جديد وكأنها لم تكن. طيب في نظام المرافعات الشرعية بيفرض عقوبات على المدعى عليه إذا ما حضر، وخاصة في مادة 57 الفقرة الرابعة من مادة 57 نظام المرافعات الشرعية ينص على إنه القضايا المتعلقة بالقضايا الزوجية والهذا والطلاق والنفقة والحضانة ومن عضلها وليها، إذا المدعي عليه ما حضر يحضر بالقوة الجبرية. نعم. ولو نظرنا في نظام اللائحة، في اللائحة التنفيذية تنص على إنه الشرطي يجي يحضره، وإذا تعذر إحضاره يوضع المدعى عليه في قائمة المقبوض عليه. للأسف الشديد بعض القضاة ما يتخذ هذه الإجراءات، أيضا توقف معاملاته كلها في الدولة. صحيح. ما يصرف له راتب ولا شيء. لو أي قاضي اتخذ هذا الإجراء ضد المدعى عليه لما يماطل هذه 10 سنين، نعم، ها كان على طول يحضر الأخ. وبعدين في هذه قضايا العدل المدعي وحتى القاضي، لأنه إذا عطل 10 سنوات يعني هو مشترك في الخطأ. طب اسمح لي كمان، إذا القاضي يعني ماطل في هذه القضية لابد أن يكون فيه، لأنه في توصيات اللجنة اللي ذكرتها عام 1430 قالت أنه في المماطلة إذا تطبق الإجراءات من الذي ماطل هنا؟ القاضي. فإذا لابد أنه يكون فيه. نعم، أنا توي أقول لك أنه أحيانا هم شركة في الخطأ نفسه. وقت انتهى. أشكرك دكتورة سهيلة زين العابدين. بس لسه والله ما طرأت فعلا، بس أنا شرحت لك وضعنا اليوم مع نهاية السنة. بس يعني أنا أشد معالي وزير العدل، نعم، أنه يكون يوضع نظام مراقبة ومتابعة لتنفيذ الأحكام القضائية، وخاصة بالنسبة للمرأة، لأن المرأة كثير بتواجهها مشاكل كثيرة عند تنفيذ الأحكام وعند إصدار الأحكام إلى آخره. الأمر الثاني أنه يعني يكون في مراقبة على القضاء، وتكون الذي لا يلتزم بنظام المرافعات الشرعية وبالأنظمة اللي بتصدرها وزارة العدل لابد أن يساءل. نعم. لابد يكون، نعم، في مساءلة للقضاء في عدم تنفيذهم. نعم. لأنه إيش الفائدة نوضع نظام مرافع إجراءات ونظام مرافعات وما ننفذه؟ نعم. شكرا لك دكتورة سهيلة جل عبد الحماد. أيضا شكرا لجيهان قربان من استديوهاتنا من جدة، وأيضا شكرا لأم خالد اللي كانت معنا وقالت معاناتها، إن شاء الله معاناتها تنتهي قريبا. فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملف آخر.